أو في هيبا بريس كما تتابعون، كل السكان الذين تعاطفوا مع قضية الرضيعة المختطفة يحلون هنا ساكنة الدوار دوار الرمل، يحلوا للاحتفال مع عائلة نبيل والزوجة ديالو برجو. أجواء رائعة كما تشاهدون، عشرات النسوة يخلقن واحد الجو احتفالي كبير. نخليكم تشاهدوا لأنه صراحة يعجز اللسان عن التعبير في هذه اللحظات. تابعوا معنا. في اللحظه فاش قالوا لك راه لقيناها، باش حسيتي بالضبط؟ حسيت الله عيط، الله عيط العيد كبير. وهي فعلا، هي فعلا راه الله عيط. لما شتيني شي امس ملي كنت يلاه تغديت، كنت كنتغدى شتا ما بانتش بينو اجليا، وانا كنت يلاه كنت كنتغدى كل شيء واقف، كل شيء هذا، وانا يلاه تغديت فوت بالبصر وتغديت الحمد لله وشكر الله. وعاد الفرحه ما كتصورش على البال، سمعتي؟ هاد الفرحه كبيره، صغير كبير، كلشي الحمد لله. دابا كلشي فرحان، دابا الحمد لله كلشي. دابا بحال بنادم دابا كينعس في امان. اول مره دابا حنا كلشي القلب ديالنا مرتاح، مرتاح دابا واحد المرتاحه سبحان الله العلي العظيم. موهبه ديال الله وديال سيدنا الحمد لله، الله ينصرو والله ينصر الاسره العلويه كامله. مولاي الحسن، مولاي رشيد، الامير، الاميرات، الحمد لله. الله ينصر الجميع. شي رساله تبغي توجهها للمغاربه كاملين اللي تعاطفوا معك واللي خلاو الرساله توصل معك؟ كنقول لهم الرساله اللي تبغي توصل لهم، الله يعمل لهم يكونوا مقربين عند سيد ربي. هذه اخر لحظه، ما فيهاش تعاويد، ما نزيدوا عليها حتى حاجه. زدنا شي حاجه اخرى من وراها كتكون هكذا. نطلب من الله تعالى صغير كبير، نطلبوا منهم الله يعمل لهم يكونوا من الفايزين ويكونوا من المقربين عند سيدي ربي. هادشي اللي كنطلب من القلب ديالي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا حنا جد فرحانين لان هذه بنت الشعب، هذه بنت الشعب، شعب المغاربه بالخارج وبالداخل. اول حاجه بصفتنا كجمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه بالخارج والداخل، هي الجمعيه اللي خاطت المبادره الاولى اللي دارت واحد الوقفه استنكاريه امام السبيطار اللي تيشهد عليها الاخ. جينا ضامنا كجمعيه حركته، ولكن باش نقولوا الواقع والحقيقه تنشكروا هيبا بريس، المجله الالكترونيه الوحيده اللي خات المبادره. وكان واحد السي طارق عبله اللي كان جا لقيناه تمايا ودار التغطيه، ومن موراها عباش ضمن وسائل الاعلام اللي تنشكرهم لهذه المناسبه. ولكن راهبه بريس هي اللي بدات المبادره هي الاولى، وتنشكروا جميع وسائل الاعلام اللي ضامنوا في نشر هذا الخبر. وكان واحد الضغط اعلامي شعب، وبالخصوص افراد الجاليه المقيمه بخارج اللي هبطوا بالثقل ديالهم عبر الشبكه الفيسبوكيه. وتنشكر السده العاليه، السده العاليه بالله، واللي عطى التعليمات الساميه للسي الحموشي الذي طبق
وفق تعليمات سيدنا بالحرف، والحمد لله حتى تمت تمت لقاء الابنة بالنداء جمعية حركة الشباب الملكي. والجميل في الامر هو انه الطريقة اللي اقترحتي عليها باش ترجع البنت هي اللي كانت شي كلمة بعد. انا جد مسرور وفرحان لان اولا بعد كيت البنت اللي هي سمات على اسم خديجة انها رجعت لوالديها ولجدها، وانا فرحان بزاف لان هذاك النداء عطى التاثير ديالو لهذيك المجرمه، انا كنعتبرها مجرمه اللي حاولت انها تحط البنت، لان حيت انا التصريح ديالي اللي قلت بان من الاحسن لها تحط البنت ديالها او المغاربه كلهم غادي يتابعوها وغادي تعرف وغادي تاخذ العقاب ديالها. ولهذا حتى الطريقه باش ان دليت بها خلال هبه بريس، يعني كنشكركم بعدا على هاد المبادره لان كان وسيلة الاعلام باش تذكر هاد النداء. والحمد لله ان بالطريقه اللي تقالتي لرجعوا الناس الفيديوهات ديال هبه بريس غادي يلقاو داك النداء، وداك النداء بالفعل الطريقه اللي الصين عليها هي اللي كانت فيها الفائده، والحمد لله الامور. وانا جيت سعيد اخويا بهذا الرجوع تاع الابنه تاعي بعد غياب 9 ايام، وحنا كنعيشوا واحد الحاله مزريه كيعلم بها غير الله، وقاسينا ودوزنا العذاب في 9 ايام، ولكن الحمد لله نتيجة بنت. وبهذا كنشكر اول حاجه جلاله الملك محمد السادس نصره الله على هذه الالتفاته، وكنشكر جميع المسؤولين اللي وقفوا معنا وسهروا معنا ليل ونهار، وكنشكر الصحفيين بما فيهم هبه بريس التي كانت سباقه للحدث ووقفت معنا واعلنت معنا ودارت هذا النداء الذي جاء بواحد النتيجه. والحمد لله كنشكر جميع الناس والشعب المغربي توا كافه داخل الوطن وخارج الوطن اللي كان متفاعل معنا بزاف، وباقي لحد الساعه من احنا خدنا استرجعنا الابنه تاعنا باقي واقف معنا، كل شيء بنادم باقي واقف معنا. وجمعيه حركه الشباب الملكيه حتى هي كانت واقفه معنا، والحمد لله وشكرا شكرا للجميع. نبيل تبعنا معك القضيه من الاول حتى الاخر، اكيد نهار الاول فاش شفناك ماشي هو نبيل ديال اليوم، شنو تبدل؟ وهذيك الساعة كنت مريض ما كنتش انا، والحمد لله الساعة مني ولات معنا الابنة تاعنا راه غيكون الحال مختلف طبيعة الحال. الزوجة حداك تبارك الله، كل شيء كاين الحمد لله، كل شيء كاين الحمد لله الحمد لله. الله يعاونك. اللي رجعت لي بنتي كنشكر جميع المسلمين والناس داخل الوطن وخارج الوطن، كنقول لهم شكرا شكرا بزاف بزاف حيت ساندتونا وعاونتونا بزاف ووقفتوا معنا وما تخليتوش علينا، شكرا لكم بزاف بزاف، وبالاخص الشكر لسيدنا الله ينصرو، شكرا بزاف بزاف ليك، وشكرا للأسرة العلوية كاملة ساعو، شكرا لي بزاف بزاف وعمرنا ما ننسى وخير حيت وقف معنا بزاف بزاف، شكرا شكرا. رحيم بهذه المناسبة تتقدم قرارة جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة من الخارج والداخل باش غتعطي إن شاء الله بطاقة انخراط ديال جمعية حركة الشباب الملكي، من بعد غادي يصحح هاد الوثيقة ديالو هي وهو الزوجة ديالو، وإن شاء الله راه الباب مفتوح ديال جمعية حركة الشباب الملكي لجميع أبناء الدوار، مرحبا بكم. اتصلوا بالأخ راه غيدير فوتوكوبي هادي عطاها لكم باش تكليزيوها، ومن بعدها غنعطيكم بطاقة الخيرات. جمعية حركة الشباب الملكي غيولي عندها فرع ديالها في هاد سميتها الإقليم بالضبط سوار دوار ولا سوار دوار سوار قولها بشي دوار رمل إن شاء الله دوار رمل إن شاء الله قررنا غنفتحوا فرع لهذا السيد هو اللي غيدير رئيس فرع جمعية حركة الشباب الملكي بهذا الدوار عندكم، اللي خصو شي حاجة كيما كنوعوها كيف كتعالجوها يتصل بالأخ، أخ يتصل بينا وحنا شرف لينا يكون عندنا فرع رجال الشرفاء المغاربة الأحرار تحت شعار الله الوطن الملك. شكرا.